يواجه فريق الريان القطري فريق الهلال السعودي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكي تشاهد معنا المباراة مع الفضل الطاطب سردائك وسرد وشكرا لكم مسبقا ملعب المستفيد المباراة ملعب أحمد بن علي ستيديوم بالريان في الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودي والإمارات والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت اف واحد وقناة اس اس سبورت دي واحد تجدون البث في صندوق الوصف بالنسبة لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل ايضا خاص لتساعد كل لكي تواصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضربكم موعد في موعد قادم